المساعدات إلى غزة، ونعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار. إسرائيل ترحب بخطة أمريكية لإنشاء ميناء مؤقت في غزة لتقديم المساعدات، وتؤكد أنها ستنسق مع واشنطن. حماس تؤكد تعثر مفاوضات القاهرة بسبب رفض إسرائيل وقفا نهائيا للنار، وتكشف عن جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة. مرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من الحدث. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام الكونغرس الأمريكي إنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة، يمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة، وأنه من شأن هذا الرصيف المؤقت أي الميناء أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة كل يوم. وقال بايدن إنه طالب قادة إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تكون مجرد اعتبار ثانوي أو ورقة مساومة. بايدن قال إنه يعمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. هذا وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن بايدن سيعلن في خطاب حالة الاتحاد أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات، مشيرين إلى أن الشحنات الأولية ستصل من قبرص. وذكر المسؤولون أن إنشاء الميناء سيستغرق عدة أسابيع، وأكدوا أن العملية لن تحتاج لقوات أمريكية على الأرض، وأن هذه القوات ستظل في سفن قبالة الساحل. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ووفقا للبنتاغون، فإن أوستن وجالانت ناقشا عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية الأمريكية في القطاع، إذ شدد الوزير الأمريكي على الحاجة الماسة لزيادة المساعدات عبر جميع نقاط الدخول الممكنة وضمان التوزيع الآمن لهذه المساعدات بمجرد تسليمها، إلى جانب الحاجة الملحة لتأمين الإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس. قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب ترحب بالخطة الأمريكية لبناء ميناء مؤقت على ساحل غزة لإيصال المساعدة الإنسانية عن طريق البحر. وذكر المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب ستنسق بشأن تطوير المشروع مع واشنطن، مضيفا أنها تدعم بالكامل إنشاء مثل هذا المرفق. أكد القيادي في حماس محمود مرداوي أن المفاوضات مع إسرائيل والتي أجريت في القاهرة تعثرت، وذلك بسبب رفض الجانب الإسرائيلي التعهد بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف مرداوي أن إسرائيل لا تريد انسحابا كاملا من قطاع غزة، كما تضع شروطا على ملف إعادة النازحين إلى شمال القطاع. وحول ملف تبادل الرهائن قال مرداوي أن إسرائيل تريد إعادة أسراها مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، لكن ليس بالقدر الذي يليق بهذا الملف على حد قوله، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يعطي موقفا واضحا في هذه الملفات، ما أدى إلى تعثر المفاوضات، مؤكدا أن المفاوضات ستستكمل الأسبوع المقبل في القاهرة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل هجومها على حماس على الرغم من تزايد الضغوط الدولية بما في ذلك في مدينة رفح جنوب القطاع، مضيفا أنه عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد فإنه لا بد من توحيد الصف أمام محاولات وقف الحرب على حد تعبيره. الضغوط الدولية علينا تتزايد، وكلما زادت هذه الضغوط يجب علينا توحيد الصفوف، علينا أن نقف معا ضد محاولة وقف الحرب. الجيش سيواصل العمل ضد حماس في كل قطاع غزة بما في ذلك رفح المعقل الأخير لحماس. من يقول لنا ألا نتحرك في رفح فهو يقول لنا أن نخسر الحرب، وهذا لن يحدث.
لا يتوقف نتنياهو عن عرض خطة تتعلق بحال غزة ومستقبلها، من حكم إداري إلى منطقة عازلة وغيرها. لكن اليوم على طاولته خطة جديدة نشرت تفاصيلها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، لنطلع عليها. إسرائيل تبقى في القطاع لعشر سنوات، تتحول فيها غزة إلى الضفة الغربية، لكن ماذا يعني ذلك؟ يعني قوات إسرائيلية تداهم أحد المنازل قد تعتقل أو تختال وتخرج. هذا مشهد لما يجري يومياً في الضفة الغربية. الخطة أيضاً بحسب الصحيفة تشير إلى أن المرحلة الأولى من الحرب القضاء على حماس. هذا قد يستغرق سنة أو سنتين، ثم ثمان سنوات أخرى حتى تستقر حكومة بديلة ووضع القطاع تحت سيطرة فلسطينية. هذا مع نزع الأسلحة الثقيلة واستمرار العمليات العسكرية التي لا نهاية لها. وفقاً للخطة أيضاً ستحافظ إسرائيل على وجودها المستمر في غزة حتى لو من بعيد لمنع عودة حماس. رفاه السعد، الحدث. لمناقشة التطورات فيما يتعلق بقطاع غزة وتحديدا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ينضم إلينا من واشنطن الدكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور إدمون، أرحب بك معنا دائما على شاشة الحدث. أهلا بك. إلى أي مدى يمكن القول دكتور إدمون بأن الإدارة الأمريكية باتت جادة جدا هذه المرة لحل ما يحدث في قطاع غزة؟ فعلا هذا هو السؤال. رأينا الليلة أنه في الوقت الذي كرر الرئيس بايدن موقفه من دعم إسرائيل، مما يقول هو ويقول الإسرائيليون أنه العمليات البشعة التي حدثت بعد هجوم حماس على المناطق على إسرائيل، وبالتالي فإن هذه كرر نفس اللغة تقريبا والتي كان يتحدث بها في السابق، وكرر أيضا الاتهامات بعمليات المروعة، القتل وعمليات العنف الجنسي وغير ذلك. ولكن التغيير جاء عندما تحدث عما يرغب في رؤيته. أولا تحدث عما يعاني منه الفلسطينيون وقال بأن هناك مناظر ومشاهد مروعة وهي غير مقبولة، وأن هناك مسؤولية على إسرائيل بحماية المدنيين. وتحدث جاء ما كان قد بدأ يظهر بعد الظهر اليوم بأن الإدارة تنوي بناء مرفأ مؤقت على شواطئ غزة لإرسال المساعدات إلى الفلسطينيين. هذا مؤشر على التغيير مهم في موقف الإدارة الأمريكية. طبعا بدأنا نرى بعض الانتقادات من قبل الناشطين الذين يعارضوا السياسة الأمريكية ويريدوا ضغط أكبر على إسرائيل، من ناحية أنه هؤلاء يقولوا كان يجب على الرئيس أن يقول لإسرائيل أن عليها أن تفتح كل المعابر، وهو أشار إلى ذلك. وهذا ما يبدو أيضا أنه تم الحديث بين القيادات الإسرائيلية والأمريكية حول هذا الموضوع، أن كل المعابر يجب أن تفتح. ولكن هناك أيضا من يقول بأن هذا المرفأ يحتاج إلى 30 ربما يوم صحيح ليتم بناءه، وبالتالي فإن هذا لن يغير الكثير على الأقل في خلال الأيام ولا الأسابيع القليلة القادمة. وهناك من قال دكتور إدمون، اسمح لي على مقاطعتك أنا آسف، لكن هناك من قال بأن كل هذه التصريحات حتى وإنشاء هذا الميناء هي قد أتى متأخرا إلى حد ما. أضف إلى ذلك بأن كل ما قاله بايدن هو نفاق بين قوسين لمجرد كسب أصوات، كيف تعلق على هذا الأمر؟ فعلا هذا يذكرني بما قاله الليلة أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين بانس. هذا السناتور هو جمهوري، قاطع الجلسة الليلة وقال أن الشعب الأمريكي سيستمع الليلة إلى الكثير من الأكاذيب حول ما يجري حول الحدود، حول الوضع الاقتصادي، حول التضخم، ولذلك أنا لا أريد أن أكون في هذه الجلسة
لشرع ما يقوله الرئيس بايدن. وهذا طبعا هو موقف عدد كبير من الأمريكيين الذين يعتقدوا بأن الرئيس كان بإمكانه أن يفعل أكثر في منذ البداية حتى، وأن يضغط كما ضغط عدد من الرؤساء الأمريكيين في السابق على القيادة الإسرائيلية عندما تذهب إسرائيل بعيدا وتتبنى سياسات مدمرة وتقوم بعمليات قتل وبما فيها قص الحشيش كما يقولوا كل فترة بعد الأخرى، أي قتل أعداد من الفلسطينيين. هذه كلها طبعا هناك انتقادات، ولكن أعتقد أن الرئيس الأمريكي أراد أن يخاطب الحزب الديمقراطي، وأيضا هذه ردة فعل على نتائج انتخابات ميشيغان ومينيسوتا التي خلال فترة قصيرة من الوقت وبكمية محدودة من الأموال استطاعوا أن يعبئوا أعداد كبيرة من الأمريكيين الذين يمكن أن يغيروا نتائج الانتخابات، وهذه ستنتقل الآن إلى ولاية واشنطن حيث ستكون هناك انتخابات جديدة في الغرب الأمريكي. ومن هنا تأتي أهمية هذه التصريحات، لأن الرئيس الأمريكي وصل إلى قناعة بأنه سيخسر إذا ما استمر في مواقفه السابقة الداعمة لإسرائيل وحماية إسرائيل دون أن يفعل شيئا لحماية الفلسطينيين. هناك بعد آخر، واليوم جنوب أفريقيا أيضا قدمت طلب جديد ليس فقط لمحاسبة الإسرائيليين بل محاسبة المتواطئين معها، وهذا ربما بدأ يغير من مواقف بعض القيادات الغربية، لأن هناك من سيطالب بمحاسبة هؤلاء القادة الذين يسلحوا إسرائيل ويحموا ظهر إسرائيل، وهذه مقلقة جدا لعدد كبير منهم. فيما يتعلق بأمر آخر دكتور إدمون، هو تصريحات بايدن، يعني قبل تقريبا أسبوع أو 10 أيام قال بأن هنالك اتفاق سيعلن خلال أيام قليلة فيما يتعلق بهدنة في غزة، وعاد مكتبه والإدارة الأمريكية على لسان جون كيربي قال أن الرئيس لم يكن على علم تام بما يحدث، واليوم يعني من يومين تحديدا قال بأنه إذا لم يتم إعلان هدنة سيكون هذا الأمر خطير جدا. يعني هنالك يعني لربما تضارب، حتى أن نتنياهو يقول الآن يعني أن العملية في رفح ستستمر يعني رغم كل هذه الضغوط الدولية، كيف يمكن أن نقرأ هذا الأمر؟ فعلا هذا هو، أولا يبدو أن هناك خلافات بدأت تتصاعد بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأمريكية. استقبال جانتس رسالة مهمة جدا وجهتها الإدارة الأمريكية للقيادة الإسرائيلية. القيادة الأمريكية تريد أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية، ولكن ليست بنفس الطريقة التي استخدمها الرئيس آيزنهاور عندما قال للإسرائيليين إذا لم تنسحبوا من سيناء فأنكم ستفرض عليكم عقوبات ولن تحصلوا على أي مساعدات من الولايات المتحدة. الرئيس ريغان في بيروت في 1982 اتصل ببيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال له عليكم الخروج ووقف العمليات التي تقوم بها. رفض ذلك بايدن، ولكن بعد ثلث ساعة وبعد الضغوط التي مورست من قبل الإدارة والتحذيرات اتصل بالرئيس ريغان وقال أنه يوافق على الانسحاب. هذه حتى الرئيس بوش الأب أيضا كان هناك سبل أخرى يستطيع الرئيس بايدن أن يتخذها للضغط على إسرائيل لوقف القتال في الأسابيع الأولى، ولكنه لم يفعل ذلك، لا بل أنه استمر هو وعدد من كبار المسؤولين في إدارته في تقديم المساعدات. حتى خلال اليومين الماضيين برزت معلومات أن 100 مجموعة من الأسلحة أرسلت لإسرائيل دون إطلاع الكونغرس، والطريقة التي تمت بها لكي لا يتم إحراج الإدارة والضغط عليها من الكونغرس. وكل هذه الأمور تظهر بأن الإدارة لا تزال تجد نفسها في وضع صعب، ولكنها بدأت تغير سياستها، وعلينا أن ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة لنرى إذا كان سيكون هناك تغيير حقيقي في السياسة الأمريكية وليس تغيير لفظي أو قيام ببعض الجهود التي حتى الآن لن تغير الواقع على الأرض في غزة. نعم، جزيل الشكر لحضرتك، كنت معنا من واشنطن الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية، شكر لك دائما على كل هذه الإيضاحات والمعلومات.
يشهد قطاع غزة فوضى عارمة لغياب الشرطة وانعدام تطبيق القانون خاصة في الأسواق. هذا الوضع عجل بظهور لجان شعبية مسلحة لملاحقة التجار المنتفعين من الحرب. التفاصيل في هذا التقرير. أخفت حماس وجهها حتى كادت لا تعرف في رفح. غابت شرطتها المدنية وتركت المدينة لفوضى الأسعار ولجشع التجار، والأمر مع أهلها شبيهة تركوا تحت القصف ليلاحقهم الموت والجوع. تم تشكيل هذه القوة من قيمة قبل أسبوع ونص تقريبا، وهذه تم تشكيلها يعني من لجان المخاتير ومن أبناء الشعب، يعني في ظل غياب الشرطة العسكرية واستهداف جبهات الشرطة. نتيجة لغياب الشرطة تغول التجار في رفح مستغلين الوضع القائم في غزة، رفعوا الأسعار فبات المواطن في جنوب القطاع عاجزا عن شراء لقمة طعام. خطوة متأخرة نوعا ما، ولكن أن تأتي متأخر خير من لا تأتي. هنا قتلى ماتوا بالغلاء وبالجشع، لا ضابط لهذه الظواهر سوى العصي. كانت هذه فكرة اهتدت إليها الفصائل الفلسطينية عبر تشكيل لجان الحماية الشعبية كبديل لقوة الشرطة المدنية التي قيل إنها أصبحت هدفا لضربات جوية إسرائيلية. وتحت هذه الذريعة رفضت قوات الشرطة مرارا مرافقة قوافل المساعدات بعد مقتل عدد منهم. مشاكل اللي نتابعها ونضبط الشارع من دور جديد، انه البلد يعني فيش فيها امان، وانه احنا مسيبين المواطن انه يقع بشر الحرب وشر اعوان الحرب. اللجان الشعبية مهمتها مقاومة الاحتكار وحراسة اهالي رفح من المنتفعين من الحرب ومن سماسرتها. هي فكرة استحسنها البعض لكونها علاج مؤقت للفوضى، لكنها لم تبدد قلق آخرين من ملاحقة الأشخاص الخطأ. انتشرت الأدوية المهربة بشكل كبير في اليمن، خصوصا في محافظة تعز، الأمر الذي دفع بمحافظة المدينة لتنفيذ حملة لضبط الأدوية المهربة والمنتهية والمخدرة بالتعاون مع النيابة العامة. قبل شهر من الآن كادت الطفلة هذه أن تفارق الحياة بسبب الأنسولين المهرب. 15 يوما ظلت فيها تحت أجهزة العناية المركزة وبحالة سيئة. نجت إذن، لكن العشرات ممن يعتمدون على الأدوية المهربة قد يلقون مصيرا مختلفا. كانت تستخدم أدوية لأنها بحكم أنها مهربة ما جابش منها ولا أي فائدة، وعلى إثرها دخلت العناية المركزة واستمرت في العناية المركزة لمدة 15 يوم، خسرنا طبعا أكثر من 3 مليون ريال. مخاطر الأدوية المهربة لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، فقط كونها إنما تمرش على الجمارك أول، وإنما تصل إلى حدود الضرر بالمواطن أو مستخدميها، مما قد يؤدي أحيانا للوفاة كما حدث في حالات سابقة. ليس كل ما يباع هنا يماثل المريض للشفاء، بل ثمة ما يحيل حياته إلى الموت. فالعقاقير الدوائية التي تفقد فاعليتها في طرق التهريب أو تتحول إلى مواد سامة باتت تهدد مئات المرضى في تعز، سيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة. وهذه المهرب بألف وخمس. سبب انتشار الأدوية المهربة هي انعدام الأصناف الأساسية للشركة الأورجينال. الوكلاء ما أصبحوا ما يجيبوهاش، لذلك لجأوا الناس إلى التهريب بحيث يوفروها بالسوق.
أصناف من الأدوية تتزاحم في أدراج الصيدليات وقصور أمني يساعد على انتشار المهرب منها. فالهيئة هذه التي ضبطت وأتلفت أطنانا من الأدوية المخالفة قبل أيام باتت اليوم وكأنها أسيرة تحت رحمة بنادق مجهولة. هجموا بالأسلحة والقنابل وأخذوا الأدوية هذه طبعا اللي كنا بحضور اللجان بحضور بعض أفراد من يعني من اللجان المشاركة بالإتلاف، وأخذوا الأدوية كامل وهي أدوية مهربة، أدوية قد ربما تكون بالأصح مزورة. أما في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية فتعمل مجامع في معامل سرية على تزوير أصناف من الأدوية وتنشرها في الأسواق من أجل كسب المال. انخفاض أسعار الأدوية المهربة إلى 3 أضعاف عن سعر الأصناف الرسمية يدفع الكثير إلى الإقبال على شرائها، ما يجعلها بديلة عن تلك التي تدخل المدينة بطريقة رسمية حتى وإن لم تؤتي نفعا للمريض. هل سعيد الحدث تعز؟ في مصر ألقى قرار الحكومة بتعويم الجنيه وفقدانه لأكثر من 50% من قيمته ألقى بظلاله على ملايين الأسر من الطبقة المتوسطة التي تشعر بالقلق من تداعيات هذا القرار وقدرته في استقرار الأسعار. محمد الباهي واحد من الملايين الذين تلقوا نبأ القرار الحكومي بتعويم الجنيه، وهو ما يعني فقدان راتبه الشهري بنسبة تتخطى 50%. الرجل الثلاثيني أب لثلاثة أطفال ويتقاضى 6000 جنيه كانت قيمتها منذ أيام تقدر بأكثر من 200 دولار، واليوم أصبح 120 دولارا. تطور اضطره هو وزوجته لإعادة ترتيب ميزانية الأسرة لتلائم الأوضاع الجديدة. قرار التعويم قرار صادم جدا. طبعا أنا فقدت 60% تقريبا من مرتبي وهي داخلين على رمضان، بعد رمضان على طول العيد، في لخبطة كبيرة في الأسعار، في عدم استقرار، مش عارفين هنعدي رمضان إزاي ونوصل العيد ونجيب لبس العيد طبعا الأطفال والكلام ده. الزوجة المسؤولة عن التدابير الاقتصادية تتمنى أن تنجح هذه الخطوة في خفض الأسعار أو على الأقل تثبيتها لعدم تحمل الأسرة أي موجات جديدة من الغلاء. يعني رمضان دخل علينا وإحنا أصلا مش عارفين ولا نجيب سمنة ولا زيت ولا سكر، السكر ناقص، الزيت غالي جدا، السمنة رفع جدا، فمش عارفين نعمل. اللحمة تقريبا مش هنجيبها عالية جدا، فمش عارفين نعمل إيه الصراحة. بنتمنى الحاجة تنزل علشان نعرف نربي أولادنا بس. أسرة محمد الباهي تعد نموذجاً لملايين الأسر التي تتمثل أقصى أحلامهم في نجاحهم بتوفير أبسط مستلزمات الحياة لأطفالهم، فهل تنجح القرارات الاقتصادية الأخيرة في طمأنتهم أم أنها سوف تزيد من معاناتهم؟ أحمد عثمان، الحدث، القاهرة. فيما يشتد الاستقطاب الدولي في الساحل الأفريقي، تواجه علاقة فرنسا مع مستعمرتها السابقة تشاد تواجه امتحانا صعبا على خلفية مقتل زعيم المعارضة وترشح الرئيس محمد ديبي لانتخابات الرئاسة المقررة في مايو المقبل. تستقبل تشاد المبعوث الفرنسي إلى أفريقيا فيما تواجه المرحلة الانتقالية أخطر هزة منذ بدايتها قبل 3 سنوات، مقتل زعيم المعارضة وترشح الرئيس الانتقالي لانتخابات الرئاسة يختبران العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة. وليس من الواضح ما إذا كانت فرنسا التي سندت الانتقال الهش والطويلة للسلطة في تشاد بعد مقتل إدريس ديبي قبل 3 سنوات تدعم بقاء نجله في الحكم عبر الانتخابات. وزار الجنرال محمد ديبي روسيا قبل أسابيع من الاضطرابات الأخيرة في نجامينا، وشكلت تشاد غصة في حلق الروسي بين قواعدهم في ليبيا وأفريقيا الوسطى، وأقام الروس علاقات وشراكات عسكرية واقتصادية قوية مع دول في الساحل الأفريقي وصلت فيها حكومات عسكرية للسلطة عبر انقلابات أدت لخروج القوات الفرنسية. في نهاية نشرتنا بإمكانكم متابعة آخر الأخبار على منصات الحدث على التواصل الاجتماعي وكذلك زيارة الحدث .net. كونوا بخير دائما، هذه تحية، إلى اللقاء.